يا خسرت الغزال اللي حاله مال حار ونار في جتتك يا عبد الله. مش عارف انا عاجبك ايه في الواد ده، ده واد صايع وكحيان. ما تبطل بقى شماته في عبد الله وتسيبه في اللي هو فيه. طب واللي طلعهولك من اللي هو فيه اتجوزي؟ تليفون صغير اخليه يبقى في حضن امه. ازاي؟ مالكيش دعوه ازاي بقى؟ هدفع 15,000 جنيه لموفق يروح يتنازل ويخرجهم وساعتها نتجوز. فكري في كلامي كده واعقليها بالعقل وتوكلي. تصطاد في المال عكره يا شوقي. لا وانت الساده، بصطاد في الوقت الصح. القضيه دي بيتحكم فيها من اول جلسه، عبال ما تفكري بقى وتاخدي وقتك يبقى فات 5 سنين. 5 سنين؟ امال ايه 5 سنين؟ يخرج بقى من السجن ويبقى رد سجون. وانت بقى يكون فاتك قطر الجواز. دوري كلامي كده كويس واستغلي فرصة ان انا بعرض عليك الجواز. بعد فترة بقى مش عارف اكون بفكر فيه. يا غزال. يا فاطمة. يا فاطمة دموعك غالية عليا قوي. انت مش بتقول انك جامدة؟ غصب عني يا ابني. احساسي انك في ضيق انا ايدي مش طايلة هيموتني. بعد الشر عليك يا امي. ان شاء الله باذن الله شدة وتزول وربنا هيقف معايا انا عارف كويس. بس خلي بالك على نفسك، مش عشان خاطر عشان خاطر اخوات البنات يا امي ما لهمش غيرك. يا عبد الله انت ابن عمري. عارف يا ولد ابوك الله يرحمه لما مات وانا في عز شبابي وفاتكم ليا لحمة حمرا عيال صغيرة، متهيألي كده هنحط في الصخر عشان يا ربي يكون تبقوا كويسين. كنت متودي سبيكم، كنت مسنودة عليك يا عبد الله، لكن دلوقتي وانا في العمر دي هنسند على مين؟ ماني رحت فين يا خالتي؟ ده نفتاك انت وناتي وفاتي. ياما ما تقلقليش عليك اكتر، ما انا قلقان على نفسي. ما تقلقش يا عطل، انا معاها ومفتيهم برقبتي وان شاء الله باذن الله ربنا هيخرجك بسلامه يا عطل وترجع لينا بالف سلامه. انا عارف انها هتحكم علي وراضي باللي قسمه لي ربنا، بس مش قادر باغر فراقك ياما انت واخواتي، وان شاء الله انا عارف ان ربنا هيستر علي. ياما ياما انا مش عايز اشوفك هنا تاني. خد يا سكينة واتكل على الله. الله يسامحك يا عبد الله. الله يسامحك يا ابني. مستكتر عليا اشوفك واطمن عليك. والله ما اقصد، والله ما اقصد، وحياة غلاوتي عندي ما اقصد. انت بتوجعلي اكتر من قلبي موجوع يا أم. يا أم مش عايز اشوفك بالشكل ده والنبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يستر علينا. يا أم اقصد. يلا يلا اسكري. يلا ما يتشطط. يلا يا خالتي اذكر ربنا يا هبطل. لا لا يا الله، لا اله الا الله. انا عارف انها هتحكم علي وراضي باللي قسمه لي ربنا، بس مش قاطع بيها غير فراقك ياما انت واخواتي، وان شاء الله انا عارف ان ربنا هيستر عليا. انت بتوجعلي اكتر من قلبي موجوع ياما. ياما مش عايز اشوفك بالشكل ده والنبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يستر علينا. انت هتفضلي بقى ساكته كده كتير؟ والنبي ياما بقى ما تقطعيش قلبي. اعذريها يا فادي، ده انا غالي برضه. ايوه بس احنا عايزينها وحالتها كده ما تطمنش. مفيش اي جديد؟ ابو عمير الله يستره بيحاول، يعني بيحاول يشوف اي حد يوسط المعلم موفق ده، بس هو برضه منشف دماغه. مصيبه بقى ان الجلسه ميعادها قرب، ولو ما تنزلش غلبان ده هيتصحوا، ولو ده حصل امي هتروح فيها. بعد الشر عليهم. عبد الله مش هيتحبس، هيخرج وقريب قوي كمان مهما كان الثمن. عندك حق؟